صباح الخير الغزالة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. الغزالة ديالي اليوم جيتكم فيديو جديد كما العادة، فيديو بكل طاقة ايجابية. دائما الايجابيات مع اسماء، عرفتوا؟ واحد الشميشة في المانيا، واحد الجو، واليوم عيد الحب، والعيد الحب جا في الشمس وجا في الجو، غزال 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 البارح واليوم، والله لا تقولوا الصيف. مهم الغزالة ديالي اليوم جيت نشارك معكم واحد الحاجة، جيت نشارك معكم واحد الفرحة ديالي، جيت نشارك معكم واحد الحويجة بسيطة اللي كتعرفي ان الانسان مهتم بك وبزاف، وراكي عرفتي جالسة ليه هنا فوق القليب. زماني الله يرضي عليه، انا راضية عليه دنيا واخرة، الله يرزقه والله يحفظه والله يعطيه ما نوى ان شاء الله في خاطره، كيف ما دايما هز بيا ورافع علامي ودافعني للقدام ومكبر بيا، والله العظيم الله يرضي عليه والله يسهل عليه. راه حتى رضات انت الزوجة راه شي حاجة كبيرة، عرفتي شناهي الا رضات عليك مراتك؟ والله العظيم الغزالات ديالي عرفتو، جيت للطوموبيل دخلت، وعاد هو راه هاد السيمانه راه ما يعني كيديروا باش كيمشيو للخدمه كيديروا بالنوبه، كل واحد كيهز طوموبيل سيمانه، ومشى ولكن سير الطوموبيل كيديه معاه، كيدي معاه السوارت ديالو وفي داك التخربيق كيهزو كامل، ومشى ليها البارح. خرج البنات بكري، كنقول ليه فين غادي باقي الحال؟ قال لي لا راه خصني نخرج دابا، عندي شي شغل غنتلاقى مع واحد الدري البنات، ومشى وشقى راسو ودار لي سوربرايز، اختي سوربرايز الثانيه، وحطها لي في الطوموبيل. عرفتي تحلي عينيك وتفتحي الباب وتلقاي واحد السوربرايز اللي هي زوينه، كتعبر على الحب، على العشره، على الموده والاحترام، وشحال عزيزه عليه، وشحال حاطك فوق عيني فوق راسه. راه 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 ما جاتش بالهضره الخاويه، راه ما جاتش بالهضره الخاويه والشفاوي، راه جات بالانسان كيعبر لك بالحب ديالو في واحد الوقت اللي هو ديال الحب، ديال الحب والغرام. زعما رانا ما ناسيكش، انا رانا كنتسطى عليك. المهم غادي نوريكم، بغيت نوريكم كيف حطوا ليا بلاتي البنات، بغيت نوريه ليكم كيف حطوا ليا هو. شوفوا هنا يو مي انا وانت، وجاب لي مسكين وريضه، الله يرضي عليه المرضي، والله العظيم الى الله يرضي عليه، الله يرزقكم الله يرزقكم راجل بمعنى الكلمه، ويكون كيتقي فيكم الله، ويكون راجل ونص، وهاز بيك دائما، وداير بحسابك، والله العظيم عرفتو البنات الله يرزقكم الزوج الصالح. غادي نشوفو هذه ديال البلاستيك، هذه الله يلا الله يرزقكم الزوج الصالح، والله الله يلاقيكم منين دعيو العيالات اللي باقيين ما مزوجينش، منين دعيو 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 الله يرزقكم بالزوج اللي يدير بحسابكم، اللي يرفع من قيمتكم، اللي ملي تكوني جالسه في دارهم اولا ملي تكوني مع عائلته يدير بحسابك. شنقول لكم والله العظيم، شوفوا ها انتم يعني حاجه بسيطه، انا الكادو ديالي راه وريته لكم وصلني ديك النهار، وهذه حاجه بسيطه كتعبر على المحبه والموده وبزاف د الحوايج. الله يرضي عليه، انا راضيه عليه دنيا واخره والله العظيم. سبحان الله، الرجال ما بقاوش، والله الانسان اللي عندها شي راجل تهلا فيه، حيت الرجال ما بقاوش، بقاو الرجال ديال البلاستيك، والله راه الراجل اللي ما يعبرش ليك، والراجل اللي ما يديرش بحسابك، والراجل اللي ما يهش بقيمتك، والراجل اللي بزاف د الحوايج غير سيري ديريه في شي بركاسة كما خلاوها بعدا كازاوا، غير هزيه ورميه في الزبل، غير صالح كتكون ولا مثلا مزوجة غير باش نتسمى مزوجة، ولا مثلا يعني حنا غير كنهضرو زعما غير كنقول لكم. مهم الحمد لله شكرا لله. اختي جاني الوردة، اختي جاني الوردة، اختي والقلب حمر، اختي ونعند المغربي.
ما هو هولندي ما هو طالياني اختي من عند المغربي، اختي المغاربه ديالنا راه تحضروا. المهم الغزالات ديالي شكرا لكم، والله العظيم فرحانه جابوهم لي زوجي الكريم. ايوا اخواتاتي هادشي اللي نقول لكم، رانا غادا حتى معاكم، نتمنى لكم كل الخير والتوفيق. انا صبحت فرحانه منين صبحت على الورد والقلوب الحمراء، شكون بحالي؟ الله يرزقكم، الله يرزقكم كل الخير والسعاده والتوفيق، يكون غير قلبك زوين ربي كييسر لك. الا كنتي مسمومه ومحساده وما كتبغيش لخوك المسلم الحاجه الزوينه، والله والله ما يعطيها لك سيدي ربي. المهم الغزالات ديالي اليوم غادي نمشيو ان شاء الله، غادي ندير لكم دويره في السوق الاسبوعي، نشوفوا واش جابوا شي حويجات رمضان، واش كاين شي رائحه رمضان خارجه من السوق. كانت حتى واحد المتتبعه ديالي طلبتها مني. المهم خليكم معايا البنات ما تمشيو. الغزالات ديالي هنا جيت اختي للسوق الاسبوعي، نضرب لخواتاتي فيه دويره، نوريكم اش كاين، واش كاين شي جديد، واش جابوا شي مبخرات ولا باقي، لان قرب الحال ما بقى والو. المهم الغزالات ديالي غندير لكم دويره خفيفه، خليكم معايا. الكيسات نتاع الحفلات شوفوا دايرين 15 اورو، هانتوما كاينه في الكحل، كاينه في البلو، في الزرق، شوفوا حاط غير واحد 6 البياسات اللي حاط. شتي البنات لي فولار اللي قلت لكم هما هادو، هانتوما الامهات ديالكم، هما كيكون فيهم بزاف د الزواق، الامهات ديالكم في الدار هكذا ليك نتيا غزالين، هادو هما اللي قلت لكم خديتهم الام ديالي، زوينين كيشدوا الرسم ديك الشيء. هما هادو شتو هادو راه فيهم بحال هاد الشكل هكذا، وكاينين اللي صغار وكاينين اللي كبار، البنات زوينين بزاف هادو، هادو ما كيزلقوش وكيشدوا الراس مزيان. ها هما البنات هاد الجاكيطات هادو اللي نصاصيين دايرين بحال الجيلي، زوينين وفيهم اللواط عامر، 15 اورو البنات، شتو فنين هانتوما، شو كي دايرين البنات. شو الترموسات هادو مكتوب فيهم الشاي، زوينين عند المغربي اللي في السوق، كاينين في الفضي وكاين في الذهبي. هانتوما شو شحال هادو 25 اورو، جوج ب 25 اورو البنات، ها هما زوينين. كاينه كافيتيرا هادي نتاع القهوه، كانوا عنده حتى واحد البريردات بهم بالكيسان ديالهم، ها هما غنوريهم لكم البريردات هادو اللي رائعين جدا بهم بالكيسان ديالهم، وقيلا كان قالنا 35 على ما اظن. نعم هانتوما الشريحه 14 اورو، زوينه نقيقيه، والتمر التمر هذا المجهول البنات الكيلو 12 اورو، شفتوا بزاف هانتوما رائحه رمضان. عند هذاك اللي كيبيع البريدات والترموسات وداك الشيء، السيد شخد عليه راسو، ماشي حتى مولشي، مولشي سكتو هو كي، ولكن صبنتو مزيان معامله زيرو، واحد الحمار ما احترم السن ديالو اللي هو شارف، ما احترم راسو، وشخد مني قلت ليه واش كتمشي عند مولشي ديالك زعما كتبيع بيا، كتقول ليه راه كتصور فيديو وما عجبوش الحال، بغى يطرطق، علاش تقولي لي انا مولشي؟ قلت ليه وسير تكمش، سير تكمش، قلت ليه واحترم السن ديالك، سمعتي؟ قلت ليه احترم السن ديالك، راه شوف راه بنادم خايب، بنادم خايب، منها كديري الخير ومنها كتصوري، ما صورتو لا هو لا كنصور هذوك القجاقج اللي حاط دوك الكيسان وداك التخربيق، ولكن الانسان قال لك زوقت بيع. عرفتوا السوريين هنا كيقول لي عافاك عافاك دير لنا غير فيديو وصوري لينا، واللي جا من عندك نعطيوك شي حاجه هكذا. والمغاربه ديالنا جدبوهم الكلب، المغاربه ديالنا ولادين الحرام مقطرين، والسيد شارف شارف بقات لي بين وبين القبر شبر، ولكن عطيتو تسحبو غنخاف منه، قلت له سير تكمش واحترم احترم، قلت ليه السن ديالك، قلت ليه احترم السن ديالك وما تهدرش معايا بديك الطريقه، سمعتيني؟ عطيت لمو للراس. الانسان انسان خبيث، الانسان خبيث، وماشي حتى مولشي غير خدام، وقلتها له صافي وشخد طلع ليه طانسيو للراس. المهم غنوريكم البخور. كوستت 10 اورو والله الشن. ها انتم البنات شوف اختي والله الا تتعاملي مع البرانيين وما تتعامليش مع المغاربه ديالنا، ولادين الكلاب ولادين الحرام،
انا كيف كنقول لكم ماشي مولشي وانما اللي خدام عنده وراجل كبير شارف وعفتو كنتو تشوفوا الكليون اللي صيفط ليه عرام هكذا الناس كيجيو كيشريو وجاو عليه من دوزلدورف من فرانكفورت عرفتي راه طلع ليا العصاب بالراسي الانسان كتصيفط ليه الكليون ودين باباه ما فيهش الخير الله العظيم عصبني على الصباح وهذا النهار انا اختي صباحه ناشطه نكدوا ليا الشيباني المهم خليكم معايا البنات عطيكم تجربتي في هذا هادو انا خديتهم للطواليط حشاكم ماشي هادو ديال الوسط الدار خديت وحدين للطواليط اللي كيكونوا فيهم جوج بياسات صبنتهم ولاو حالتهم دغيا تجمعوا بحال تكمشوا منين تبغيو تشريو هادوك نتاع الطواليط لانهم كيبغيو التصبين وداك الشيء منين تبغيو تشريوهم البنات خصكم تشوفوا واش قاصحين انا هادو كنت خديت عليه جوج زوينين كنت خديت عليه جوج ديال بوسط الدار وحده طويله وهذيك اللي عند الباب زوينين هذوك صدقوا زوينين حيت غلاض والاخرين ديال الدوش حاشاكم لا الا ما قصتوش فيهم بانوا لكم غلاض ما تاخذوهمش مهم هنا بالنسبه للناس اللي جايين جداد ها هما بداو بهاد المخدات على ما تنعسوا جوج بخمسة اورو غير ديال لاواط دغيا كيهبطوا ولكن الانسان الا بادي حتى انا بديت بهم رانا عاقله بحال هاد النهار كنت خديت اربعه كنت خديت جوج في جوج ها هما جوج بخمسة اورو البنات تلفات ب 4 اورو شتو الغزالات ديالي هنايا في السوق كيكونوا الهميزات الصراحه فيها 50 على 100 شتو وهاد المالطه اللي مسرحه هادي شتو كي دايره ب 10 اورو فيها الباج وفيها الكري شتو البنات زوينين هانتوما هذا حتى هو كيجيب حويجات زوينين وحتى الكاليتي كيجيب نتاع المحلات هانتوما كاين بحال هادو هاد الادريزونيس كاينين هادو الناس هذا داك السوري اللي كنت قلت لكم كيبيع هنايا 70 اورو وقيله هادو الزربيات الكبار 70 اورو كبار فيهم شي 3 متر على ما عاد شحال يلا ها انتما ها انت بكام هادو الكام 50 اليوم ها انتما 50 اورو ها انتم شوف هادو ما كتلقايش معاهم مشكل كتلقاي المشكل غير مع ولاد بلادك ها انتم شوف 50 شحال فيها 3 متر 3 متر على جوج ها انتم 50 اورو ها انتم شوف الناس دايرين 50 اورو 3 متر على جوج لا بلاش هانتوما شتو هانتوما تبارك الله الخير هانتوما البنات هذا دائما مسكين يشوفني كيقول لي يلا غير صوري وجيبي لنا الكليه هذا هو البنات اللي كيجيب الفوانيس رمضان وكيجيب البخور وكيجيب العطور وكيجيب داكشي كله رمضان ايوا هاد المره قلبها زرابي ما عرفوش راح تجيب المبخره وهاي الاكسسوارات رمضان رمضان ان شاء الله مو اسبوع هذا الاسبوع الجاي كل الاكسسوارات رمضان شتي البنات حصري من عنده قال لك هاد السيمانه لا هاد السيمانه لا السيمانه الجايه غيجيب داكشي ديال رمضان الاكسسوارات ديال رمضان بخور وداك التخربيق ايوا شتو ما كتحصليش مع البراني كتحصري غير مع الخنز ديالنا حاشاكم عزكم الله البنات مهم هادو هما الزربيات البنات اورو شو تبارك الله ما شاء الله هانت اورو سجاده غزاله هانتوما شتو انا عندي في الدار شتو في الالوان والاشكال والانواع غنتوما حضيو بزاطمكم راه كاينه الشفره في السوق هانتوما شوفوا الزرابي ما شاء الله 20 اورو لهاد الخفاف هادو شتو اللي كيديروا لهم هما 25 ديري لهم 20 اورو فيهم 3 متر الله الا طيح على بهم البق طيح عليهم البق البنات مهم شو الاجواء بحال رحله في المغرب البنات هانتوما القراده ب 13 اورو ها هي شوفوا كي كدير شتو البنات 13 اورو كتطحن جميع الخضر خيزو مطيشه فلفله البصله البنات اللي مجرباها اولا اللي غادي تشريها وتجربها تقولنا واش زوينه وكاينين هادو ب 4 اورو هاد الزليفات هادو ب 4 اورو زوينين في الموف اختي شوفوا يا اختي شوفوا يا اختي الورود عند من يا اختي والقلوبه عند لالا اسماء زلات ديالي كيف ما سمعتوا قال لكم لي زاكسيسوار ما عرفتش سمعتوا ولا ما سمعتوش قال لكم لي زاكسيسوار ديال رمضان
وديال كيجيب داك الشيء واعر لي زاكسيسوار البخور كيجيب حتى من الجلدة نتاع الطبلة مكتوبة فيها رمضان فيها المسجد وبالألوان وبالأشكال. شوفوا البنات هاد السيد هذا الله يعمر ليه الدار كل عام ندير عنده فيديو وكيقول لك غير بينيني وما عنديش المشكل. دابا المشكلة كتحصلي في الخنز ولكن عطيت لمو عطيته عرفتي كما كنت زعما حشمت شوية على عراضي حيت راجل كبير وعرفتي منين قلت ليه. دابا شنو كتقولها للشف ديالك ولا وش ومرضاش بغى يموت. شوفوا البنات مش داك مول الشي شاف فيه ومشى بحالو. راه في من كتحصلي كتحصلي غير في الزوبيه. راه دابا انا راه ما كنعيش راه المغاربه ديالنا راه كديري معاهم لاجر وكتديري معاهم الزوين وولادي الكلاب ما كنجمعش كلشي جدبوهم الكلب ما فيهمش الخير. راه انا كفرت على البشر كفرت على جدبوه الكلب. انا البشر كرهته من قلبي الخالص والله. كاين شي وحدين اقسم بالله كما كانش زعما على الوجوه راني نقلب عليهم الفيستا وحق ليله الله. علاش؟ حيت الانسان حنا راه حنا مسلمين مسلمين وكنصلي وكنصوم ولكن فينا الفعايل فينا التحريميات. دابا هذا بغى يبان زعما هو غير خدام عند السيد. راه كيف ما قلت لكم راه الراجل مول الشي مول داك الماعن ما هدارش مسكين خا كيشوف وكيضحك ومشى. وهذاك بغا عرفتي ملي قلت ليه كتقولها زعما المول الشي ديالك زعما شنو واش باغي تخلعني ولا شنو عرفتي بغا يموت بغا ما رضاش زعما ما رضاش زعما علاش انا تقولي لي انا خدام عنده. قلت له احترم غير السن ديالك وراه العواشر وسير دخل سوق صحتك. قلت له ويلا عاود جاو عندك الكليان اجي. قلت ليه تفلي على وجهي واش حتى صافي بدا كيكشكش يمشي يكون فيه السكر يطيح ليا تما اللي يشدو فشي كوكوط ويحشيه ويسد عليه ويدير الصفاره ويدور. والله العظيم بقى فيا الحال ما قلتهاش. شوفي هو راه بصح راه الانسان خص يطلب الاذن بصح. انا كنصور غير المعينات كنوريكم زعما غير شنو كاين الجديد اللي جاب وصافي ماشي وريت وجهه ولا شي حاجه. هي بصح راه الانسان خص يطلب الاذن ولكن الانسان يهضر باحترام يحترم السن ديالو حيت انت السن ديالك راه السيد عنده شي 67 سنه. احترم السن ديالك وقول لي يا ابنتي الله يرضي عليك هانتي طلبي الاذن ولا مسحي ولا الله يرضي عليك هانتي. لا وبنادم كافر وراه بنادم كافر ولكن انت نعطيت لباباه والله ما نسكت. انا راه ما كنخاف ما كنتخلع ما كندهش والله كون كان شي واحد زعما شي واحد صغير يتنوريه ولكن هذاك عطيتو كلمات مشرملين راه وصلوا ليه للضلوع. مهم الغزالات ديالي صافي ناشطين صاحبتي درو عين راسي ضربت راسي بالعين. المهم الله يدير الخير. راه شوفوا راه حنا المسلمين ما كنتعاونوش مع بعضياتنا. حنا مسلمين ولادين الحرام اقسم بالله ما كنعممش. حنا المسلمين ولادين الحرام وما كنسواوش. علاش 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 البنات؟ حيت ما كنتعاونوش. كتلقاي عواز دوك الكحل الافارقه متعاونين مع بعضياتهم متواركه يجيبوا النفس على بعضياتهم. كتلقاي المغاربه ديالنا زير قليل الا من رحم ربي. راه كنقول لك ما لقيتش المشكل مع مول الشي وكتلقايه واعي عباد الله ومنين تخدموا الناس وعرفوا شنو تخدموا ومنين تخدموا الناس نشد انا الخدام نقول ليه اللي جا نحتارمو حيت غيشري عليا انا. كل ما كان عندي واحد كيبيع وكيشري معايا وكيعرف يتعامل وكيعرف يهضر غيجيوني الكليان. واخا الانسان حنا راه حنا الزبناء الكرام حنا العيالات راه ما يلقاش معنا السلاك. حنا راه ما كنسكتوش ولكن يقول لي ما ديش على العيالات فيهم الهضره بزاف ما ديش على سميتو ما تخليش ما تهضرش بشي طريقه خايبه شتي شي حاجه هضر بطريقه زوينه وضحك. راه كاين بعض الناس اللي مساكن ما كيعرفوش كيكون بايع كيبيع وكيشري وعنده المشروع زوين ولكن عنده الناس اللي خدامين عنده ما لا علاقه لهم ما كيحترموا اللي كيشري كيتنفخوا بزاف د الحوايج. الانسان اللي يخدم شي حد يعرف شكون يخدم ولا يجبد ليه ودنيه مزيان. مهم الغزالات ديالي
صافي شحفني، بغيت ليه اش غنقول ليه؟ اللي غنقول فيه راه فيه. هو بقات ليه نهار كي الضريبه. مهم الغزالات ديالي، نخليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد. كل عام وانتم في حب وفي غرام يا اختي، كل شيء العكر، كل شيء بالاحمر. العسل كحل والعكر احمر. مهم الغزالات ديالي، نخليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد. كيف ما سمعتوا راه قال لكم هاد السيمانه، لا السيمانه الجايه غادي يكونوا الماتيريال ديال رمضان اختي. اي راه رمضان ما بقى ليه والو، بقى لي غير الشهر الجاي. باي باي عليكم وموح عليكم كبيدات. الترابي التركيه، شوفوا 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 ما شاء الله، شوفوا شوفوا يا اختي الخيرات، شوفوا البنات داك الشيء غزال كيحمق. شو الكوفرليات جابهم نتاع المبرا، زوينين زوينين في الالوان، في الابيض في السومو في الزرق في الابيض في الكحل، في هادو الصلايات دايرين اينشتوك ب 10 اورو. البنات انا خصني شي وحده بحال هادي، ولكن تمشي لبلجيكا لاني ملي كنصلي كيضروني ركابيه، ما عرفتش علاش. ماشي البنات كيضروني من الحريق، لا كيضروني ملي كنهبط دوك، حيت الركابي راه فيهم غير العظام. فيهم غير العظام وبحال كيدبروا. خصني شي صلايه غليظه، عندي جوج صلايات في الدار ولكن لا اختي دوك دايرين غير بحال الكتان ما صالحينش. المهم الغزالات ديالي، الجو كامل هانتوما اختي، هانتوما الالمانيا اختي طلعت علينا بالشميشه ونهار كبير ومضخم البنات. المهم الغزالات ديالي، شوفوا الاشجار، شوفوا الطبيعه مورايا. هذا كيبيع الميكا، واللي بغات هادو ديال الكراسه كتحطيهم وكتجلسي بحال لي سالامونجي اللي كيكونوا في الكوزينه، كديري هادو كتحطي وكتجلسي عليهم، زوينين ودايرين 1 اورو. هادو الصراحه راهم غاليين. المهم هذا مره كيجيب شي تويشيات زوينين الصراحه، بحال هادو كويسات كل مره. واش كيجيب هذا البنات؟ واش كيجيب؟ مره كيجيب طبيصلات، مره كل مره. وشنو عنده هنايا هانتا؟ هات هادو غليظين زوينين، دايرين بحال الجاكيطات. شو البنات هانتوما صدافه. وهذا يا اختي هذا اللي كيكون في السوق يا اختي، هانتي تجي تسوقي وتهزي فطري. هانتوما البنات شوفوا ما شاء الله كيوجدوا هذاك الشيء اختي ديال الفطور. تبارك الله، هانتوما الخير في الالمان راه موجود، هانتوما اختي. المهم البنات ها هو المغربي اللي في السوق، راه جاب الجرارات. هانتوما كاينين هادو، هادو بشحال؟ هادو جوج اورو. كاينين هادو البنات عطا الله الخير اللي بغات، هادو الخميسات راه جاب البنات الماتيريال. شو يلا اللي غدير البنات الشباكيه، وغادي دير حلوه ديال التمر. هادي البنات كتمشي الحلوه ديال التمر، ها هي راه فيها بزاف، كاينه هادي وكاينه هادي زوينه، كتخدمي هنا ولهي كتسالي دغيا دغيا. كاينين هادو حتى انا عندي البنات كنت خدمت بها حلوه التمر، كتجي زوينه غير هي فاش تخدموا ديروا السلوفان عاد ديروا العجينه باش ملي كتجبدوا ما كتعذبوش هانتوما. المهم الغزالات ها هو راه هنا موجود الخير هنايا عند السيد، تبارك الله ما شاء الله. هانتوما حتى الاخر وتبقاو تقلبوا على الجرارات، الجراره نشري انا من دابا. البنات المخدات اللي بغيت، ولكن انا بغيتهم بيضين ما عندوش، كاين غير الباج. شوفوا جوج اورو البنات، شو البنات لا غلاء لا مسكين، عرفتوا لقيتهم في التيدي دايرين 3 اورو 99، قولوا 4 اورو. ها هما بحالهم والله الا بحالهم، شتو كاين في الباج كاين في الكري. ها انتم ملي كديروها في المخده كاين في الكري وكاين في الكحل وفي السومو. وهادو ملي تشريوهم شوفوا قلبوا الكاليتي عاد شريو. انا هادو ما جربتهمش، خداتهم الصديقه ديالي حتى تصبنهم ونقول لكم. الاخر اللي كيبيع الزرابي هذاك اللي جا في القنت وكيبيع الكوفرليات وداك الشيء، هادوك ما تاخذوهمش عليه، كي صبنتهم كيتجمعوا ما زوينين. شتي من بعد ناخذ وحدين اخرين. المهم هو مول المخاد ها هو جاب هادو الزرابيات في الالوان في الذهبي في الباج والذهبي، عنده تبارك الله الخير. هانتوما البنات شتو